في تصريحات تلفزيونية للعربية: ندعم الجهود التي أطلقتها مصر لعودة المفاوضات، وندعم رغبة الليبيين في إنهاء هذه الحرب. وتصريح الرئيس السيسي اليوم يؤكد ضرورة بدء عملية المفاوضات. هذا ما نقل عن الخارجية الأمريكية. كيف ترى هذه التصريحات؟ زي ما أنا يعني سعدت بان انا اكون بتكلم مع حضرتك قبل الاستراحه، قلت لك انه اهم شيء هو الرساله واضحه من الامريكان ومن الروس. اذا كان في شيء واحد يقدر ان هو يلجم حاله الجنون التركيه والمغامره القطريه التي تمول هذا الجنون التركي، فالموقف الدولي في هذا الموضوع. برضه لازم نبقى حريصين، الكبار دائما يقولون علنا شيء ويعني تحت المائده او في السر يفعلون مواقف اخرى. النقطه المهمه، لا يعني قبل النقطه المهمه، يعني قبل النقطه المهمة. سبحان الله، كانك يعني بالضبط اجابتك على السؤال اللي فات الواقع ينقلها بعد ثواني. الان الامارات العربيه المتحده تؤكد وقوفها الى جانب مصر في كل ما تتخذه من اجراءات لحمايه امنها من تداعيات التطورات في ليبيا، وكان يعني مواقف الدول يعني تاتي بالاجابه كما اجبتها. موقف غامض ليس مفهوما من الاداره الامريكيه، ينتظر صفقه او مصلحه زي ما حضرتك كنت يعني تشير الى ذلك، وتكامل كامل ويعني وقوف بجانب مصر بشكل كبير جدا من دولة الإمارات. حلفائك في الرياض وفي أبو ظبي لا يلعبون لعبة المقايضة أو المكسب أو الخسار، بالعكس لو هم عايزين يعني مواقف ممكن يشتروا دماغهم وكل واحد يعني. لكن هم من ساعة ثورة 30 يونيو وإحنا خلاص داخلين على ذكرها هذا الشهر 2013، الموقف السعودي والموقف الإماراتي موقف ثابت واضح صريح، مؤيد مساند 100% لهذا العهد وهذا الحكم وهذا الشعب. خليني بس أقول لك نقطة بالغة الأهمية في الاستراحة قعدت أفكر فيها. اتفضل. حاولت أتخيل، وأنا طبعًا ما عنديش معلومات ولا يمكن لي إني أعرف يعني، المكالمة التي يمكن أن تكون قد دارت اليوم ما بين الرئيس أردوغان وسمو الأمير تميم، الاثنين ممكن يكون حصل بينهم إيه في هذه المكالمة؟ يعني هو سموه على نفسه. الأمير تميم كلمة وجعتني شوية. الأمير تميم، أنا بس بحاول أكون مؤدب لأن هم بيشتموني على طول يعني. إحنا تخلينا يعني مع هؤلاء لا يجوز الأدب. معلش يعني خلينا يعني برضه بنلتزم. المهم فهو في الاخر في هذه المكالمه تميم هو يعني هو والحمدين هو القرار في هذا المثلث، يعني ما فيش قوه ضاغطه، ما فيش قياده اركان، ما فيش مخابرات، ما فيش امن وطني، ما فيش عائله ضاغطه، هم منفردين بالقرار. في الحاله التركيه في حاجه اسمها الجيش التركي، رئاسه الاركان التركيه اللي ليها نوع من ما زالت رغم كل الضربات اللي وجهها ليها أردوغان ما زالت مؤسسة بالغة الأهمية، أديرت وضربت عدة مرات من أردوغان، ثقة أردوغان فيها والجراح اللي عندها من أردوغان عالية جدا. فهنا لازم يفكروا في أنه إذا خدتنا إلى أرض قتال لا يجب أن تتحول إلى أرض قتل. خلي بالك من السطر ده، لا تحول أرض القتال في ليبيا إلى أرض قتل ليبيا. إنك لما تقول لي عدي بالقوات وخد معاك قوات واطلع حارب خارج نطاق خط إرث الجفرة، فأنت في الآخر بتاخدني إلى شرق ليبيا إلى أرض تساوي مساحة مصر مرتين، إلى صحراء دارت فيها حرب ما بين منتجومري ورومل وكانت من اقصى الحروب في التاريخ. من هنا اعتقد المكالمه تمشي كالاتي. ايوه. انه اللي ما عندوش اي ضغوط عليه مثل الحاله بتاعه تميم هيبقى عايز انه يشجع على ضروره خرق الخط الاحمر اللي حصل. صح، هو هيخسر فلوس بس. هيخسر فلوس بس. هنا
احنا ما نعرفش. صح. لكن بنقول انه ان التركي لما هيفكر هيبقى قدامه موضوعين. حالة جنون العظمة والغطرسة اللي عنده ورغبته في انه هو يكون يعني الزعيم الخلافة الغازي الذي يغير خارطة منطقة الشرق الأوسط بقواته ويغير مصير المنطقة وينتصر لسوكول بالشعار الإسلامي وكل هذا الهراء الذي يستغله، أو في نفس الوقت عليه أن تكون لديه حسابات داخلية في وقت الليرة التركية عدت السبعة قدام الدولار، في وقت معدل البطالة وصل 36%، في الوقت اللي الاقتصاد التركي بيعاني من أزمات ما بعد كورونا، في الوقت اللي عليه عقوبات من الأمريكان، في الوقت اللي الاتحاد الأوروبي لديه معاه مشاكل، في الوقت اللي هو عنده قوات موجودة في شمال شرق سوريا وموجودة في منطقة كردستان في العراق، وعنده قوات حفظ النظام موجودة في قطر، وعنده قوات في قاعدتين، واحدة في مدغشقر والثانية في الصومال. He's overstretching himself، يتمدد أكثر من قدرته. جيشه لما يقعد يتكلم مع خبرائه العسكريين هينصحوه بإيه؟ إذا عايزين يخلصوا عليه يقولوا له كمل عشان تبقى دي نهايته السياسية، أو خايفين على سمعة الجيش التركي يحذروا. هنا القرار والتفكير مش عند أمير قطر، ولكن عند حسابات أردوغان. طيب عشان الوقت أنا برضو عندي موضوع آخر لا يقل أهمية، ومحتاج أعرف يعني كيف تقرأ هذا الأمر. مصر توجهت إلى مجلس الأمن في قضية صد النهضة، وكان هناك خطابا من وزير الخارجية المصري إلى رئيس مجلس الأمن وهو فرنسا في هذا التوقيت. كيف ترى هذا التحرك؟ ولو سمحت ما تدينيش إجابة دبلوماسية، قل لي على الأرض لو ما حصلش كذا هيبقى قدامي خيار كذا أو خيار كذا في ضوء قراءتك. أنا يعني لم أتشرف بأن أعمل في وزارة الخارجية، لا بتعمل بس بشكل آخر. لا ما تخافش. أنا زي أرجو أن أنا أكون في كل الكلام اللي قلته لك ما في اللي فات كنا ماشيين تمام. أنا بتكلم دلوقتي بس الناس بتسأل أستاذ عماد ببساطة شديدة جدا، يعني كانوا قاعدين في البيت الأبيض وفي المكتب البيضاوي بحضور الرئيس الأمريكي أعلى مستوى لرعاية أي مفاوضات، ثم ماذا بعد؟ ما هو مجلس الأمن ده هو تشكيلة مصغرة للمجتمع الدولي، إيه تاني اللي ممكن يقدم كحلول في هذه الأزمة؟ خاصة أنه يعني مش من المنطقي حوار المواجهة العسكرية أو شيء من هذا القبيل. دخل القطري اللي غير وثيقة واشنطن، دخل القطري وشوية التركي من أجل أنه رفع السعر في عملية تحدي مصر. النقطة الثانية، الأمريكي ده يتم برعايته، على رئيس الوزراء الأثيوبي أن يحسب الآتي، أن يحسب هل هو يستميل أكثر أو يستجيب أكثر لعلاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا كان ترامب يرى انه الرفض رئيس الوزراء الاثيوبي القبول بوساطته وبالمشاركه الفعاله للوفد الامريكي في مفاوضات واشنطن، ام يفضل ان يبقي على علاقاته بقطر وتركيا، وهي علاقات ماليه على مستويين، طبعاً مستوى دعم دوله ومستوى شخصي، وما اقدرش اشرح لك اكثر من كده. مستوى شخصي. ايه بقى اللي عملته مصر؟ اللي عملته مصر بشكل واضح ان هي استنفذت كافة وسائل التفاوض، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، دخلت الامريكي طرفا وشاهدا اصيلا في هذه المفاوضات حتى يكون هناك شهود على هذا الفعل. نمرة ثلاثة، اصرت في المفاوضات الاخيرة ان يتم ذلك برعاية دولية ومراقبة دولية ومباركة دولية وضمانات دولية، وحطت وضعت فترة زمنية 30 يوم، إذا ما قبلتها أثيوبيا يصبح يدار ما دخل في شهر. أيضا من أهم العناصر اللي نجحت فيها السياسة المصرية هي نجاح
اقناع الطرف السوداني ان يكون معك 100%. صحيح. قارن الموقف السوداني الحالي بالموقف وقت حكومه البشير. صحيح. كان شيء كبير مدري، وكان صحيح. شيء مخجل موقف حكومه البشير من موضوع سد النهضه. اوصل لك للسطر اللي انت عايزني. أيوة. اوصل لك له، هو ده. اذا ما استنفذت كافه هذه الوسائل نحن ذاهبون الى قتال، مش لازم حرب. وهناك فرق، الحرب الشامله شيء واعطاء رساله عسكريه شيء اخر. ليه؟ لانه الجغرافيا بينك وبين اثيوبيا بعيد. طبعا. هتحتاج انك انت بقى تعمل، انا مش عايز اقصح عن حاجات يعني، بس هتحتاج انك انت تستخدم اراضي اخرى وتدخل في معارك اخرى. بس دي